الدستور أبرزت بحث المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع وزير الاستثمار والتنمية البولندي إنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر، ودي هتكون بمنطقة العين السخنة بمحور قناة السويس، وستسهم المنطقة في زيادة الصادرات المصرية لقارة إفريقيا، كما ستسهم أيضا في الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية إلى دول وسط وشرق أوروبا.